السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. والله شيخنا أنا ساعات في الزاوية بصلي بالناس ساعات، بس يعني في حاجة بعملها يا خير يا رب، بحط الميكروفون على جنب فبنتقل اليمين لما أقرأ، وبعد كده لما أخلص قراءة عشان أركع بنتقل الشمال. ركعات الجهر يعني، وأنت تصلي والسماعة أمامك تقرأ، لكن لما تأتي تركع تنحرف شيئا ما حتى تتمكن من الركوع والسجود، لا إشكال. يعني أدي اللي هي الحركة يعني مباح دي، مباح الله يحفظك، حركة الحاجة لا بأس. الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة تجوز. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر أبو بكر. صلاتي بارك الله فيك. بارك الله فيك.